اسمان عبد الله سحرديد عضاني وزير كورفافين تا سوماليان ايا حكومة دا بوتلان كوهن بلي هشيس كاللوغو مال قلن يد كد مقرادة بوساس اي بوتلان لقا شاي شركة دا دي بي وول اي مرات كعربتا سيدا اتكو هاي ساهم دا كد دي بوساسو وعقو ريجيين دي بي وول تدك الرئيب بوتلان ميل كستاي چوغان ويهن بلي ايين دولة دولة أنا أقول لك أن هذا هو الجمهورية الصومالية. تتكاس فهمت طريقة الجمهورية الصومالية أنا غادي نتسحية. وزير كورفافين تا صومالان عثمان عبد الله عضاني سدو كلا وحو حكومة دا صومالية كويدي شعبك صومالان أي كوكالا قايبين أي صو كالما دين عابارها أو صومالية وقرشي سيدي غامضا صومالان. دولة الصومالية وحالة. هوراني يدوك كو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 
ما جرتو واد ما انتي ابارو هاي قلبات كدعان ارينتا واد كسو جوابتين و سو غدبسينو واد كا قيب قادتين اباري قلبات كداي ما انت سياسادينتا اد كودان ارينكا اباره اي اد سومالي لاند دوني سنات كو كلا قيبسان وحن ليه هو ارين خلدن ميد اد خير كو هلي سنه ماها ميد اد سومالي لاند كو كلا جيبن كرتنا ماها واح عين لا يراهدو iyo wax xaqnaahay sanaad bare la yiraahdo iyo waxa sool la yiraahdo kala qaybinaysa ma jirtee dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ila maxaa ku raadahay la asqoray ila loo yacdo waa dad walaalo oo isku mid ah war haddii aad beeraha ka qayb qaadanaysaan Soomaaliya waxaan leenahay waad dadkiina iyo waad ka qab waan isku leenahay anagu waan maxaa ku raadahay waan idin ka qayb qaadanaynaa laakiin walaal waxaan u leenahay haday wax kala wadaan war iska haysto وبعدين ما دوين جمهوريه Soomaaliland iyaga iyo dadkooda iyo dadka aan kala qaybinayna caalamka adduunka ku jira ayaa ku filan hawshaas